لا شك بأن وجود الكاميرات هي تعزز الأمن، وبالإضافة إلى أنها تحتفظ بتسجيلات معينة عند ارتكاب الحوادث، بالإضافة إلى أنها تعتبر يعني تزيد من مرتبة المملكة أو التي تحتلها في بين دول العالم وفق جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة. لذلك نجد بأنه هذا يدخل في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية. جميل. لذلك الجهات الحكومية والجهات الخاصة وفقا لهذا النظام بعد انتهاء المدة 160 يوم اللي إذا كان ذاكرتي يعني كويسة، فهو يعني يعتبر مخالفة، عدم الالتزام بتركيب هذه الكاميرات مخالفة، يحاسب ويعاقب عليها النظام بطبيعة الحال للمحلات التجارية والمحلات أو الشركات أو الوزارات أو المؤسسات العامة. هناك أيضا في النظام في الفقرة المادة 12 الفقرة التاسعة أنه غرامة مقدرها 20,000 ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام. يعني كيف تنظر لهذه النقطة أنه أيضا المحافظة على خصوصية الأفراد، يعني كنا نشاهد الكثير مثلا يصور مثل هذه كاميرات المراقبة ويبدأ بنشرها. هذه ضوابط بطبيعة الحال لاستخدام محتويات الكاميرات الأمنية التي توجد في المحلات العامة، وبطبيعة الحال هناك حالات يحضر فيها النظام إدخالها في الأماكن الخاصة التي ذكرها، سواء كان غرف العمليات أو صالونات التجميل للنساء أو الأماكن الخاصة التي يجب أن يتمتع فيها الفرد بخصوصيته. ولذلك يعني لا يجوز عملية نشر محتوى لهذه التسجيلات إلا في حالات معينة حددها النظام وأخضعها لنظام الأمن ووزارة الداخلية والأوامر القضائية في المحاكم.